خلي بال حضراتكم الكاميرون هتلعب جامبيا في دور الثمانية، وتونس هتلاعب بوركينا، وربنا يكرمنا ان شاء الله. بص يوم الاربع ان شاء الله في هذه المباراة الهامة جدا منتخب مصر سيلاقي منتخب كوت ديفوار في مباراة صعبة جدا جدا، ولكن منتخب مصر كل شوية هقول هذا الكلام، منتخب مصر قادر على ان يفوز على المنتخب على منتخب الايفواري، مش بالكلام ولا بحاجة لا، ولكن الشكل العام بيقول ان الكل مركز، يعني الواحد على شوية اتصالات بيعملها لزمايله اللي موجودين في المنتخب او كده او كده، بنعرف الاخبار ايه والناس مركزة ازاي ورايحة في اتجاه ايه وبتفكر في ايه. لا، اللعيبة كلها لا تفكر في شيء اخر، حتى كلنا شايفين محمد صلاح مشدود، تحس ان هو مشدود، مش هو محمد صلاح بتاع ليفربول. محمد صلاح ليفربول بتحس ان هو يعني الدنيا لطيفة جدا بالنسبة له، هادية وكل، في مصر او مع منتخب مصر الحقيقة لا، هو تحس ان هو شايل حمل كبير جدا جدا على كتافه، هو شايل حمل كبير اه، ولكن انا اتمنى ان محمد ينسى الحمل ده شوية في المباراة اللي جاية، لان المباراة اللي جاية احنا محتاجين محمد صلاح بتاع ليفربول، محمد صلاح اللي بيموت نفسه على كل كورة، محمد صلاح بلاش اللي بيموت نفسه على كل كورة، محمد صلاح اللي بيعرف يجيب جون كل شوية، هو ده اللي احنا عايزينه في المباراة اللي جاية، لان المباراة اللي جاية الفرص اللي فيها هتيجي من ناحية محمد صلاح وكورتين ثلاثة، فرصتين ثلاثة ده لو جم، فعايزين نستغلهم افضل استغلال عشان نقدر نفوز على المنتخب الايفواري. امبارح شفنا مع حضراتكم الموضوع ايه هي اهم نقاط القوة اللي موجودة في المنتخب الايفواري، ايه هي اهم نقاط الضعف اللي موجودة في المنتخب الايفواري، وقدرنا نوصل لنقاط ضعف كثيرة جدا في النواحي الدفاعية في المنتخب الايفواري. مش منتخب يعني منتخب قوي، محدش يقدر يقول غير كده، ولكن يعني يا جماعة يعني بالراحة خلي الدنيا تمشي كده، لأنه منتخبنا الوطني هو منتخب قوي جدا جدا، ويستطيع أن يفوز على أي منتخب في القارة الأفريقية بعد اللي احنا شفناه النهاردة، بعد اللي احنا شفناه النهاردة سواء مع منتخب جامبيا أو مع منتخب جزر القمر، وما فعله منتخب جزر القمر في منتخب الكاميرون الكبير العريق، تاني أكثر الدول حصولا على البطولة الأفريقية وكذا وكذا. لا، جزر القمر النهاردة حتة تانية وعملت شغل تاني وأحرجته قدام جماهيره وعلى ملعبه. لو حضراتكم تابعين المباراة شفتوا فرحة صامويل إيتو إزاي رئيس الاتحاد الكاميروني، فرحة هستيرية الحقيقة، وكأنه مش متوقع أنه يجيبوا هدف. فلا الحقيقة النهاردة الواحد كان قاعد، كل ما بتقعد تتفرج بتتعلم دروس، بتتعلم دروس من اللي احنا شفناه النهاردة في كل شيء، في كل شيء الحقيقة. الدروس اللي احنا بنتعلمها دي ان كرة القدم دائما بتودي لك او بتديك درس في كل شيء وفي اي وقت ومع اي حد، مع اي حد. فاللي احنا شفناه النهاردة حاجة محترمة جدا جدا جدا.